الخطاط والتشكيلي سلطان عبد الحميد من الشرقات قرية شكراً، عضو في جمعية الخطاطين العراقيين من العام 1979، وعضو في نقابة الفنانين العراقيين وجمعيات فنية أخرى، ومشارك في معارض الجمعية ومعارض نقابة الفنانين. التحول الذي طرأ علي بعد هذه السنوات الأخيرة إنه بدأت أتجه باتجاه الآثار، حيث أنا في مدينة آشور العاصمة الأم، وهذه العاصمة الأم العاصمة الدينية والإدارية للإمبراطورية الآشورية ذات أهمية تاريخية عظمى. رغم ما كتبوا عنهم أساتذتنا من الشرقاط الأستاذ عبد القادر عز الدين والدكتور محمد عجاء جرجيس والمرحوم عبد محمد جرو وغيرهم والأستاذ طه باقر عن كثير من الباحثين عن مدينة آشور، آليت أن أكون أنا أن أشارك بما أستطيع بأن أكتب التاريخ فناً. فحاولت أن أرسم هذه المدينة وشواخصها الموجودة حاليا بلوحات فنية، وأقمت هذا معرض في وزارة الثقافة العراقية، ونال استحسان الجهات الفنية في العراق. الحمد لله أنه وصلت إلى نقطة أستطيع منها أن أقوم أيضا بتنفيذ أعمال أخرى. أنا في نفس الوقت أبحث في الموروث الشعبي لمنطقة الشرقاط وما حولها. هو طبعا أكيد هو مستمد من الموروث الشعبي لشعب آشور، ولذلك نحن هذا الارتباط يجب أن نحافظ عليه. فآليت على نفسي أن تكون هناك لي بصمات مع الموروث الشعبي بأن أحافظ على المقتنيات التراثية، وأن أساعد بعض الأخوة الذين هم ساروا على نفس الطريقة وهم كثر في مدينة الشرقاط وما حولها. أحاول أيضا أن أقدم الشيء للمشاهد الذائقة الفنية الجميلة، لحيث أنه يكون المشاهد عنده رؤية معينة عن مدينة آشور بنظرة حضارية حديثة، لا تكون نظرة صماء، من خلال اللوحات الفنية التي وضح بها بعض النقاط كالطرق والمعابد والزقورات وبعض المعلومات عن مدينة آشور. نعم، مدينة الشرقاط أو هي آشور هي مدينة غنية بالتاريخ، لها تاريخ يغل في قدم الزمان، لذلك أنا وغيري لا نستطيع أن ننهي ما نستطيع أن نكتب عن مدينة آشور. فهي الحضارة وهي التقدم نحو حياة الإنسان اللي كان يعيش في هذه المنطقة، حيث إنهم كانوا يصنعون الآلات الزراعية ويصنعون الآلات الحروب حفاظاً على أنفسهم وعلى مدنهم. فهذا التاريخ تاريخ غني، أنا أحد أولئك أو أبسطهم أستطيع أن أقول، لأني وجدت نفسي أستطيع أن أحدث نقطة في هذا التاريخ، ومعتز به جدا أنه أحاول أنه جادا وبمعونة كل الأخوة الآثاريين والأخوة القدامى وأساتذتنا في التاريخ نحاول أن نجد ذلك الطريق الذي يسلكه أجيالنا مستقبلاً.